البداية إذن. تغيير جميل اللعب. دييغو جوتا يتعثر ويفقد توازنه. خسر المواجهة أمام خصمه. هندرسون. مرت الكرة بشكل جميل. دييغو جوتا لمسة على اليسار. روبرتسون. هندرسون. فيرمينو. محرز. يلعبها طويلة. اعتراف في وقت مثالي. أداء دفاعي كبير في مباراة اليوم. هندرسون. دييغو جوتا يحصل عليها. دي بروين يلعب كرة بينية. يلعب كرة أرضية داخل 18. محرز يحاول تمريرها من بين المدافعين. تقف الهجمة هنا. تنتهي الأمور هنا. كرة طولية من الحارس. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ برناردو سيلفا. احتكاك بدني كبير. التحام قوي بين اللاعبين هنا. يحاول فك شفرة دفاع الفريق. رياض محرز. روعة روعة روعة. الكرة في المرمى. هذه هي النتيجة لمثل هذه الكرات. نتابع المباراة والنتيجة الآن. هدف مقابل لا شيء. فابينهو. كرة طولية إلى الأمام. روبرتو فيرمينو يلعب كرة على اليسار. لا يمكن تسديده في اتجاه المرمى. يمكنهم الانطلاق في هجمة مرتدة. هندرسون. لكل من انضم إلينا الآن هدف وحيد هو الذي يصنع الفارق حتى الآن. النتيجة 1-0. هندرسون. دييغو جوتا. محمد صلاح ينجح في قطع الكرة وبدء الخطورة. كايل ووكر. دييغو جوتا. دييغو جوتا. اندفاع من اجل الحصول على الكرة. الان فرصتهم للمرتدة. الكرة ملعوبة من مسافة. هالاند والكرة راية بعد ذلك واتسابر. مخالفة واضحة جدا. ركلة حرة يحتسبها الحكم. هندرسون يستعيد الكرة بسرعة. رودري. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. كرة طويلة للأمام. قد تكون هذه فرصتهم. يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية. يحاول أن يلعب كرة بينية. وتسلل آخر. يمر يلعب كرة بينية. برناردو سيلفا وصلت إليه. والتسديد. رائع هذا التصدي. رائع هذا الحارس.
صراحه رده الفعل تسديده رائعه، لكن التصدي كان اروع من حارس المرمى. رده فعل في منتهى الروعه بصراحه. لمسه بينيه عند المساحه الخاليه على الطرف. تياغو هالاند، رياض محرز. يطلق الحكم الصافرة في هذه الأثناء لينتهي الشوط الأول. نتيجة أسعدت اللاعبين بالتأكيد أيضا المشجعين. هل ينجحوا في المحافظة على هذه النتيجة مع صافرة البداية لباقي هذا اللقاء؟ هدف يحرك المياه الراكدة في هذه المباراة. الآن بعد هذا الهدف نترقب وإياكم إثارة كبيرة جدا في هذه المباراة. هالاند، الحارس مرة أخرى ينقذ فريقه من كرة خطيرة. لقطة غير عادية وتصدي رائع من الحارس. الكرة المعتادة، الدفاع القوي جدا. كرة لا تمر تمنع حدوث ربما سيناريو سيكون صعب على الفريق. روبنسون، تياغو، روبرتو فيرمينو يحاول تمريرها من بين المدافعين. روبنسون يلعب الكرة بالكاد، نجح في ابعاد الكرة. دي بروين يحاول ان يلعب كرة بينية والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. دي بروين، رياض محرز يمر يلعب كرة بينية، يلعب الكرة الى المنطقة. وصلوا على رمية جانبية. برناردو سيلفا، لعبة جميلة، تسديدة أجمل. الله التسديدة الجميلة، بالفعل هدف جميل هذا اليوم، هدف ولا أروع. تساهلوا في الضغط عليه، استحقوا العقاب منا. الآن النتيجة 2-0، من الواضح جدا أنهم يسيطرون تماما على مجريات اللعب. تقدم بهدفين يعني أنهم متحكمين تماما في مجريات اللعب بالطول والعرض، يقدمون أداء مبهرا في مباراة اليوم. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. كرة طولية من الحارس. كارثية في مباراة اليوم، تمريرات كثيرة خاطئة. أعتقد أن اللاعب كان متقدم، نعم تسلل موجود. ولا تغيير سيتم مع توقف الكرة. الحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. يلعب كرة بينية. محمد صلاح خلص الكرة. تياغو
الخطر، يبحث عن زميله، اللاعب يستلم الكرة، يتدخل لينهي الهجمة قبل أن تشكل خطرا على فريقه. أفقد الخصم التركيز، التوازن، يحاول تمريرها من بين المدافعين. ها هي التسديدة، الكرة الخطيرة، الله، على هذا التألق للحارس، رائع، ردة فعل غير عادية. اليوم في هذه المباراة بالذات يظهر لك مدى براعة هذا الحارس. يستقبل كرة في وضعية ممتازة، هالاند، تحكم رائع في الكرة. الحكم يشير إلى وجود خطأ، ضربة حرة بطاقة صفراء مستحقة. كرة طولية من الحارس رياض محرز، كرة إلى الأمام، محمد صلاح، برناردو سيلفا يبحث عن المهاجم، هالاند يلعبها إلى الحارس، والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. روبرتسون، روبرتو فيرمينو، أمام ميلنر، لابورتي، تلعب الكرة إلى الأمام، يسيطر على الكرة، محرز، لمسة بينية والعرضية. يتواصل برمي التماس، تياغو يحاول أن يلعب كرة بينية، معه الكرة ولديه المساحة ليشكل خطورة. روبرتو فيرمينو، أي تألق، أي تصدي، أي حارس مرمى، إنقاذ ممتاز بجانب حارس المرمى بعد تألق المدافعين. هالاند، فكرة كانت جميلة ولكن التأثير كان سيء. انتهت المباراة، لقد فعلوها، حققوا فوزا عظيما اليوم، فعلوا كل ما يمكن لتأكيد الفوز. جمهورهم اليوم عليه أن يحتفل حتى الصباح. هل تعرف ماذا يعني؟